اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب، حديث عراقي. وين هم؟ عباره عراقيه تعني اين هم، وتحت هذه العباره وين هم؟ وخلال اليومين الماضيين اطلق اعلاميون وناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي حمله جديده للمطالبه بالكشف عن مصير المغيبين قصرا في العراق، سواء خلال العمليات العسكريه التي جرت في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وغيرها، أو في زمن الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية وآخرها ثورة تشرين. فبين سجون الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى اليوم، وسجون الميليشيات العلنية منها والسرية، وما بين مقابر جماعية مكتشفة وأخرى مخفية، تبدو مصائر المغيبين العراقيين مجهولة تماما. وهم الذين تصفهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنهم الأعلى عددا من بين المفقودين والمغيبين قصرا في العالم، الأعلى عددا من بين المغيبين من بين المفقودين والمغيبين قصرا في العالم. وهذه معلومة مخيفة ومرعبة لأي بلد. في هذه الحلقة سأقرأ عليكم ما قالته تغريدات العديد من الإعلاميين والناشطين والمثقفين العراقيين التي جاءت تحت عنوان وينهم، الذي اتخذوه في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغا. وأعتقد أن هذه التغريدات التي سأقرأ بعضها عليكم ستجسد صورة الوجع العراقي الإنساني لمفقودين ومغيبين من أهلهم. يتراوح عددهم مثل ما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش ما بين 250 ألفا ومليون شخص عراقي، ما بين 250 ألفا ومليون شخص عراقي، وهذا رقم آخر مخيف جدا. سأبدأ بتغريدة مركز جرائم الحرب التي نشرها على موقعه في تويتر، على حسابه في تويتر، والتي قال فيها إن ملف المغيبين في العراق لم يعد يتحمل السكوت عنه. نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك سريعا وفق القانون الدولي والمعاهدة الدولية للبحث عنهم. الأكاديمي الدكتور محمد النجار يقول: وين المغيبين؟ وين المعتقلين؟ وين المسجونين؟ وين البشر المظلومين؟ وإضافة إلى تساؤلاته هذه يقول: كلمة وين تعيش معنا طيلة سنين ولا أحد يسمع الوجع والأنين. ويقول الناشط جنيد الكويسي: قرية البوعكاش في ناحية الصقلاوية التابعة لمحافظة الأنبار خالية من الرجال، وأصبحت قرية يقتصر سكنتها على النساء والأطفال بسبب عمليات التغييب التي تعرض لها الرجال خلال عمليات ما يعرف باستعادة القرية من سيطرة داعش. الإعلامي حامد حديد يقول: وينهم صرخة من أجل المغيبين قصرا على يد القوات الحكومية والميليشيات؟ علها تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية فتلتفت لآهات الأمهات ونحيب الزوجات وصرخات الأطفال. الشاعرة فاطمة الفلاحي تتساءل في تغريدتها وبلغة أدبية: أينكم يا من كنتم بذارها المخبوءة بين جدائلها؟ أينكم عمن أغمضت عينيها تحت جفن الأرض؟ أينكم؟ هل ستطول غيبتكم؟ وينكم؟ ويقول الناشط أحمد زيادي: في العراق آلاف المغيبين والمعتقلين والمخطوفين والمفقودين وعوائلهم وأهلهم ينتظرونهم. الإعلامي الدكتور لقاء مكي في تغريدته يقول: لن يعتدل ميزان العراق وموازينه قبل رفع الظلم ورد المظالم، كل ذلك بعيد ما دام آلاف العراقيين مغيبون منذ سنوات على أيدي الميليشيات. الإعلامي حسين دلي يقول في تغريدته على تويتر: 15 من أقاربي ضمن المختطفين 700 من الصقلاوية قبل 4 سنوات،
مزارعين فصلوهم عن عوائلهم رغم أنهم لم يكونوا مقاتلين وطمأنوهم بالسلامة عقب التحقيق. وهذا يوم وذاك يوم تركوا وراءهم بين 50 أرملة ويتيم لم يعودوا يأملون بنجاتهم الآن، لكنهم يريدون معرفة أين دفنت جثثهم فقط. إنها تغريدة مؤلمة حقا. الناشط مجاهد الطائي كتب: من خطف ناشط التظاهرات وقتلهم وعذبهم في بغداد والناصرية والنجف وكربلاء هم نفس الجهات التي قتلت وخطفت وعذبت الآلاف في صلاح الدين ونينوى والأنبار وبغداد وديالة. الأكاديمية الدكتورة وسن عدنان هاشم كتبت تحت وسم: وينهم المفقودين المغيبين المخطوفين قسرا، أبناءهم زوجاتهم أمهاتهم يعيشون حياة قاسية، متى لكن لا حياة لمن تنادي. وكتب الإعلامي محمد الجميلي في حسابه على تويتر: لم تجب أي حكومة على سؤال أمهات المغيبين والمختطفين وينهم، مع أنها تعرف الإجابة جيدا، لأنها تخشى من الحاكم الفعلي الذي خطف وغيب الأبرياء منذ سنوات. إنها الميليشيات، الحاكم الفعلي، وهي من تعين رئيس الوزراء أصلا. الناشطة سجد الجبوري تقول: أرواح الناس لا تسقط بالتقادم، وينهم؟ ويكتب الناشط مصطفى سلمان: ليس هناك أشد وجعا من صرخة مظلوم لا تسمع. وأختم بما كتبه الناشط حيدر الكاخي: تصلي أم وطن الفجر ثم تبكي حتى الضحى وهي تتذكر ابنها الوحيد وطن الذي اختفى قسرا. كلنا نبكي وطن لكن بطريقة مختلفة، وينهم؟ بقي نقول أعزائي المشاهدين، في 12 كانون الثاني عام 2010 قبل 10 سنوات من اليوم أعلنت حكومة المالكي بتشريع قانوني يحمل الرقم 17 انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المتعمد، والتي اعتمدت هذه الاتفاقية من الأمم المتحدة بقرارها 61/177 في 20/12/2006. ولعل المواد 45 لهذه الاتفاقية خير إدانة لكل من يحكمون العراق من أحزاب وقوى وشخصيات وميليشيات، فهذه المواد تحملها كامل المسؤولية عن كل المغيبين في العراق والمختطفين والمفقودين والمصادرة حرياتهم من المعتقلين، وينهم؟ يا من حولتم العراق إلى سجون ومقابر وحولتم حياة العراقيين إلى مأساة ووجع مستمرين. أشكركم، ألتقيكم في حلقة قادمة.